لدينا ملف قاعدة بيانات كبير جدا 50 ميجا بايت. إذا حاولنا أن نقوم باستيراده عن طريق الـ PHP My Admin سوف يرفض PHP My Admin استيراد هذا الملف بسبب كبر حجم الملف. فالطريقة الوحيدة اللي ليست الطريقة الوحيدة لكن أفضل طريقة لاستيراد الملف إلى قاعدة بيانات MySQL هو استعمال الـ Command Line أو برنامج أمر الـ MySQL الموجود في برامج خادم الـ MySQL. اذهب إلى مجلد السيرفر، لا يهم أي برنامج تستعمل XAMPP أو WAMP. فحين تذهب إلى ملف أو مجلد السيرفر ابحث عن مجلد الـ MySQL الذي هو هذا، ثم اكبس عليه مرتين، ثم اذهب إلى مجلد بن اكبس عليه مرتين، ثم قم بعمل اختصار mysql.exe إلى سطح المكتب. الآن سوف نحتاج إلى وضع بعض الأوامر في هذا الملف، لأنك إذا قمت بفتحه الآن سوف تدخل إلى برنامج الأوامر لـ MySQL بدون المستخدم الأصلي الذي هو روت. فسوف نحتاج إلى إضافة هذا الأمر لكي يتم تشغيل البرنامج مع اسم المستخدم روت. فسوف أضع الأوامر هذه أسفل المقطع لكي يتسنى لك نسخها، لكن اذهب إلى Properties الخاصة بالبرنامج، ثم سوف نضع شيء قبل مسار البرنامج وكلمة السر واسم المستخدم بعد مسار البرنامج. فالأمر الأول الذي سوف نحتاج أن نضعه هو هذا الأمر. نذهب إلى البداية ثم نقوم بنسخ أو لصق الأمر، نكبس على مسافة فقمنا الآن بلصق هذا الأمر، ثم نذهب إلى النهاية ونقوم بلصق هذا الأمر الذي يحتوي على اسم المستخدم. لا تنسى المسافة، يحتوي على اسم المستخدم الذي يشار إليه باليو وكلمة السر. لن نقوم بكتابة كلمة السر ولكن سوف نقوم بتغيير اسم المستخدم إلى روت. روت هو اسم المستخدم الذي يأتي افتراضيا مع قاعدة البيانات. فإذا أنت لم تقم بعمل مستخدم جديد أو غيرت اسم المستخدم، اكتب روت واكبس على أبلاي وأوكي. الآن حين نقوم بفتح برنامج أوامر الماي اس كيو ال سوف يطلب منك كلمة السر. في الغالب لا توجد كلمة سر لللوكال سيرفر، اكبس على إدخال وسوف تذهب إلى برنامج أوامر الماي اس كيو ال عن طريق اسم المستخدم روت. الآن يمكنك، إذا ذهبنا إلى قاعدة البيانات هنا، إذا أردت أن تشاهد قائمة الجداول يمكنك كتابة أمر show databases. تجد أن قواعد البيانات هنا تطابق الـ PHP My Admin، مع أن هذا البرنامج أوامر برنامج أوامر ماي اس كيو هو الأصل. الذي تحتاج أن تفعله هو أن تأخذ ملف قاعدة البيانات ذات الحجم الكبير، تقوم بنسخه، ثم تذهب إلى مجلد تذكر حين ذهبنا إلى مجلد السيرفر، ثم ذهبنا إلى ماي اس كيو ال، ثم ذهبنا إلى بن لكي نقوم بعمل اختصار لهذا الملف. سوف نقوم بنسخ هذا الملف داخل هذا المجلد، فنقوم بعمل لصق للملف. اوكي، نسخته من قبل في كوبي ريبليس. الان لدينا هذا الملف فايل 1.sql بنفس المجلد الذي يحتوي على ماي اس كيو ال. نقوم الان باستعمال قاعدة البيانات التي نريد. في هذه الحالة اريد ان اضع ملف ال SQL في قاعدة بيانات تست، فاكتب use او استعمال مسافة ثم اسم قاعدة البيانات تست، انهاء الامر، كبس على ادخال. سوف يعطيك الامر انه تم تغيير قاعدة البيانات. الان لكي نقوم بوضع ملف ال SQL في قاعدة البيانات هذه، كل ما تحتاج ان تكتبه هو source مسافة واسم الملف في هذه الحالة file 1.sql ادخال. على حسب سرعة الحاسب سوف يتم الانتهاء من
رفع قاعدة البيانات. في هذه الحالة الأمر كان سريع جدا، وحجم الملف 50 ميجا بايت. يعني إذا كان حجم الملف 100 ميجا بايت، سوف يكون الوقت الزمني ضعف هذا الوقت. إذا كان 200 ميجا بايت، سوف يكون 3 أضعاف هذا الوقت. وهذا سريع جدا، ولا يكون محدود بنفس الحدود التي يحتويها بي اتش بي ماي ادمن. باختصار، هذه طريقة رفع ملفات كبيرة الحجم إلى سيرفر ماي اس كيو ال.